أهلا بكم من جديد. زيارة مهمة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى مصر، وكما شهدنا بالأمس التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات بين الجانبين، وإن كان الشق الاقتصادي يغلب على هذه الزيارة إلا أن هناك أيضا الاتفاق على وضع استراتيجية متكاملة واستراتيجية موحدة بين الشرق والغرب لمحاربة الإرهاب، وخاصة أن التكامل الاقتصادي لا يمكن أن يحدث في ظل وجود تحديات أمنية في المنطقة، أو سواء كانت في المنطقة العربية أو في الغرب على وجه العموم. نناقش هذه الزيارة بشيء من التفصيل والتحليل مع ضيفنا في استوديو هذا الصباح الدكتور عبد المنعم السيد، وهو رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور عبد المنعم صباح الخير. صباح الخير يا فندم. قبل ما نبدأ حوارنا مع حضرتك هنطلع نشوف هذا التقرير ونرجع تاني. تكتسب زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الحالية لمصر أهمية بالغة لرغبة البلدين في تعظيم الشراكة الاستراتيجية والسعي لتعميق العلاقات والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الثنائية على كافة المستويات، وتأتي تأكيدا للعلاقات المصرية الفرنسية القوية على المستويات السياسية والاقتصادية وما تتسم به من خصوصية تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو أفاق في مجالات التمويل التنموي للمشروعات في مختلف المجالات. وتتصف الزيارة بالمحورية كونها تختلف عن الزيارات الأخرى السابقة لمدى الجدية من جانب فرنسا في الاستثمارات على الأراضي المصرية، حيث أن الرئيس الفرنسي سيأتي ومعه أكبر تجمع لرجال الأعمال لستين شركة كبيرة أصحابها في الأساس مصريون. ووقعت الشركات الفرنسية 20 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية لتنفيذ مشروعات مع شركات وجهات حكومية مصرية على هامش زيارة الرئيس الفرنسي، تشمل العديد من المجالات وعلى رأسها الكهرباء وتوليد الطاقة المتجددة ومشروعات مترو الأنفاق ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي وتدريب والبنية التحتية ومشروعات محور قناة السويس. وتعتبر فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر من حيث حجم استثماراتها، فقد بلغ حجم استثماراتها في مصر 3.2 مليار يورو لنحو 150 شركة وفقا لآخر إحصائيات مجلس الأعمال المصري الفرنسي حتى نهاية 2014. وفي عام 2015 بلغت الاستثمارات الفرنسية 1.3 مليار يورو موزعة على عدد من القطاعات، أبرزها القطاع الصناعي الذي يتصدره مشروع شركة السويس للأسمنت، ثم يليه مشروع سولفاي إسكندرية لكربونات الصوديوم. والعلاقات المصرية الفرنسية تتميز بالمتانة والحرص على التشاور المستمر بين القيادة السياسية في مصر وفرنسا لبحث كافة القضايا الدولية والإقليمية، الأمر الذي يؤكد اهتمام البلدين بدعم التنسيق والتعاون المشترك. ونرحب مرة أخرى بدكتور عبد المنعم السيد أستاذ أو رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور عبد المنعم أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. زيارات متبادلة بين الرئيسين الفرنسي والمصري. طيب ما الجديد الذي أتى به أولاند استنادا لهذا العدد من الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين؟ هو أولا الزيارة ديت لها طبعا أبعاد سياسية واقتصادية، ربما الجانب الاقتصادي غالب على هذه الزيارة خاصة بمجموعة الاتفاقيات وإعلانات النوايا اللي تم التوقيع عليها أمس. أولا علاقة مصر بفرنسا علاقة قديمة، علاقات متوطدة، في توطيد لهذه العلاقات وزيادة مكثفة خلال السنوات الماضية. حجم التبادل التجاري بين مصر وبين فرنسا أعتقد أنه يعني كبير، حوالي 2.6 مليار يورو، حوالي يعني ما يقرب من 3.4 مليار دولار. حجم الاستثمارات الفرنسية داخل مصر لغاية 2015 أو لغاية 2014 كان بحوالي ما يقرب 1.5 مليار يورو داخل مصر، لكن مع الصفقة الأخيرة الخاصة بأحد شركات الاتصالات ربما زاد هذا الرقم إلى ما يتجاوز 6 مليار يورو داخل استثمارات فرنسية داخل الأرض المصرية. فرنسا تمثل لنا أنها تعتبر ثالث دولة على مستوى الدول الاتحاد الأوروبي مشاركة ومساهمة في الاستثمارات الأجنبية داخل مصر بعد إيطاليا وبعد ألمانيا. يأتي الجانب الفرنسي بحجم استثماراته الكبيرة داخل مصر. يمكن ربما السنة اللي فاتت زادت العلاقات الاقتصادية والعسكرية، ربما صفقات السلاح اللي بيننا وبين فرنسا لتجاوزت حوالي 6.5 مليار دولار، أعتقد كان لها أثر في يعني
مزيد من العلاقات القوية بين مصر وبين فرنسا. لو كلمنا على زيارة الأمس، هي زيارة مهمة جدا خاصة في الجانب الاقتصادي. كما قلت الجانب الاقتصادي أمس شهد اتفاقيتين تم التوقيع عليهم. الاتفاقية الأولانية خاصة بإنشاء مركز تحكم إقليمي في منطقة الدلتا لشبكات الكهرباء، وده بتمويل وبقرض قيمته 50 مليون يورو. هذا الرقم يسدد على 15 سنة تقريبا بفايدة 1.2 مع وجود 4 سنوات سامح. أيضا في اتفاقية أخرى تم التوقيع عليها أمس بشأن اتفاقية، أيضا تم الاتفاق أو امبارح تم التوقيع على اتفاقيتين وعشر اتفاقيات نوايا. إعلان نوايا، إعلان نوايا المقصود به اللي هو إبداء النية أو الرغبة في إنشاء أو وجود شراكة ما بين مصر وما بين جانب فرنسا في عدة مشروعات يمكن تكلمنا عليها قبل الفصل، اللي هو الجزء الخاص بتجديد وتحديث مترو أو ترام مصر الجديدة رمسيس، وده هيبقى بتمويل برضو من الوكالة الفرنسية للتنمية. أيضا إنشاء محطة طاقة متجددة بقوة 50 ميجا وات في شرم الشيخ، وده بقيمة 50 مليون دولار. أيضا بوجود إنشاء محطة للطاقة المتجددة أيضا بقوة 200 ميجا وات في خليج السويس. أيضا القمر الصناعي اللي تم الاتفاق عليه لشأن الاتصالات المحلية والعسكرية، وده أعتقد أن ده هيقوي في مجال الاتصالات ما بين مصر وفرنسا في الفترة القادمة. طيب تمام دكتور عبد المنعم، أيضا البنية التحتية، يعني إحنا في مصر محتاجين إلى بنية تحتية قوية ودعم هذه البنية. هناك بعض الأشياء اللي سمعنا عنها في هذه الاتفاقيات، ولكن ما يخص العاصمة الإدارية الجديدة والصرف الصحي والكهرباء، ولكن بشكل عام مصر، هل هناك دور من الممكن أن تلعبه فرنسا في خلال هذه المرحلة على المستوى الاقتصادي في دعم البنية التحتية بالنسبة لجمهورية مصر العربية بشكل عام؟ أعتقد أنه من خلال الوكالة الفرنسية أو وكالة التنمية الفرنسية تم الاتفاق على أكثر من مشروع خاصة في العاصمة الإدارية. في هم كان اهتمامهم لو بصينا على المشروعات أو التوزيع الجغرافي للمشروعات اللي هم تم الاتفاق عليها، هنجد أنها بتنحصر ما بين الدلتا، ما بين خليج السويس يعني منطقة محور تنمية قناة السويس، وأيضا العاصمة الإدارية، ودي المناطق اللي هم مركزين عليها في مشروعات المتبادلة ما بين مصر وما بين فرنسا. ده معناه إيه؟ معناه أنهم عندهم اهتمام بالتنمية اللي بتتم داخل مصر، عندهم اطلاع على محاور التنمية اللي مصر متخذاها. ما لو كلمنا على مشروعات بنية تحتية، هم تم الاتفاق على مشروعات بنية تحتية داخل العاصمة الإدارية، لكن خلينا نتكلم برضو احنا محتاجين من فرنسا استثمارات، محتاجين ضخ استثمارات في شريان الاقتصاد المصري اكتر من ان انا اخد منهم قرض، اكتر من ان اخد منهم تمويل. طيب اوجه الاستثمارات اللي احنا محتاجينها بشكل مباشر في هذه المرحلة ممكن فرنسا تدعمنا فيها، اذا حدثنا عن استثمارات الشركات الفرنسية بالنسبة لمصر. هو اولا حجم الاستثمارات الفرنسية مش كبير قوي، زي ما قلنا 1.5 مليار يورو، وربما زاد بصفقة الاتصالات الأخيرة. لكن خلينا هم مهتمين هنا في مصر بثلاث أربع مجالات على رأسهم مجال الاتصالات، وكان عندهم أيضا أحد البنوك الفرنسية داخل مصر ربما تم بيعه لدولة قطر اللي هو أحد البنوك يعني الخاصة. لكن خلينا نقول إن احنا ممكن نستفيد منهم بشراكة لمشروعات صناعية داخل محور تنمية قناة السويس، وده الأهم، إن أنا عايز منهم مشروع لعمل مصانع لصناعة الآلات، صناعة المعدات، لعمل صناعات سواء كان صناعات غذائية، صناعات تكميلية، صناعات كيماوية على زي صناعة الفوسفات، صناعة الصناعات اللي هي تديني قيمة مضافة، تدينا تطوير لحجم الناتج القومي المصري. ده اللي انا محتاجه من فرنسا خلال الفتره القادمه. بس ده يتطلب ايه؟ يتطلب ان انا اعود على الجانب الفرنسي سواء كان بقى وزاره الاقتصاد، سواء كان الوكاله التنميه الفرنسيه، مجموعه من المشروعات اللي مصر جاده فيها ومحتاجه تمويل لهذه المشروعات من خلال المستثمرين اللي هم النهارده يمكن في وفد من المستثمرين حوالي 100 مستثمر مع الرئيس الفرنسي، ان انا اعرض عليهم مجموعه من المشروعات الجاده اللي اقدر من خلالها ان انا اذلل بيها عقبات المستثمرين وافتح مجال وافاق للاستثمار الفرنسي داخل مصر، وده مهم جدا. تمام. طيب بالنسبه للطاقه، باعتبار ان من اهم المجالات دايما بنحرص على الاستثمار فيها او دعمها طبعا. دعمنا من الخارج في
في مجالات الطاقة المتجددة. عايز أعرف من حضرتك لأي مدى من الممكن أن نستفيد من الخبرات الفرنسية في هذا المجال، وخاصة أنهم لهم باع حتى طبعا في فكرة الطاقة المتجددة؟ هو الطاقة كانت يعني كان في إشكالية في مصر للطاقة من حوالي 4 سنوات الماضية، وأوباما بدأت تتحسن خلال العام الماضي نتيجة أن الدولة أو الرئيس فتاح السيسي كان موالي لهذا الموضوع أهمية كبرى، ولذلك تم الاتفاق وإنشاء مجموعة من محطات الكهرباء وتجديد شبكة الكهرباء داخل مصر، أو خطة تجديد الكهرباء سواء كان الخطة العاجلة أو اللي هي تمت خلال السنة الماضية واللي المفروض هتستمر لمده سنتين، ان انا ازود الطاقه الموجوده داخل مصر بحوالي 3700 ميجا وات، وازودها خلال العشر سنوات القادمه بحوالي 12000 ميجا وات. طب ده يتطلب ايه؟ تم الاتفاق على مع شركه سيمنز الالمانيه بمجموعه من محطات الكهرباء، ايضا في اعلان النوايا اللي تم الاشاره ليه وتم الاتفاق عليه امس وتم التوقيع عليه في محطتين للطاقة الشمسية طاقة متجددة، لأن مصر وفقا للخطة الخاصة بالطاقة المصرية أنه لغاية 2020. بس عشان فكرة التوضيح، إعلان النوايا اتفاقات لم تبرم، ولكن من المتفق على وضع يعني خطوات حتى مبدئية ليها، دي يعني يمكن أن نطلق عليها مذكرة تفاهم، يمكن أن نطلق عليها اتفاق مبدئي على أن إقامة هذه المشروعات فقط، لكن محتاجة دراسة، محتاجة انه الجهة الادارية في مصر سواء كان بقى وزارة التعاون الدولي او الجهة المنوط بها وزارة الكهرباء او ما الى ذلك، انها تبدأ تفعل تشوف الاشتراطات اللي جاية من الوكالة الفرنسية وتبدأ تتوصل لحلول واتفاقيات، عشان هذه الاتفاقيات ما تسقطش زي الاتفاقيات اللي تم الاتفاق عليها في مؤتمر شرم الشيخ. يبقى اتفاقات جدة، يبقى في اعلان النوايا ده احوله لاتفاقية على ارض الواقع ويتم بدء التنفيذ فيها، وده محتاج برضه متابعة إعلامية فيما بعد على مجموعة الاتفاقيات اللي تم أو الاتفاقيتين والعشر نوايا أو عشر العقود نوايا اللي تم الإعلان عنها. لو رجعنا لموضوع الطاقة، من ضمن الاتفاقيات اتفاقيتين خاصين بالطاقة، سواء كان 50 ميجا وات في خليج السويس أو الخمسين ميجا وات في شرم الشيخ أو 200 ميجا وات في خليج السويس. احنا محتاجين من فرنسا، فرنسا لها باع وليها قدرة عالمية وليها يعتبر يعني ترتيب عالمي في مجال الطاقة ومجال إنشاء المحطات الكهربية ومجال الطاقة المتجددة. مصر باتفاقية في الخطة الخاصة بالكهرباء ليها أنه سنة 2020 هيكون حوالي من 20 إلى 25% من حجم الطاقة الموجودة في مصر طاقة متجددة وطاقة نظيفة. احنا النهاردة بنتكلم في 7% فقط، يبقى محتاجين حوالي 13%. طب احنا عندنا الأدوات دي يا دكتور أبو المنعم؟ أدوات الطاقة المتجددة، حتى إذا احنا لدينا المناخ المناسب أو البيئة الملائمة، لكن فكرة الأدوات نفسها، الوسائل التكنولوجية أو حتى إذا كانت مش تكنولوجية بشكل عميق يعني، ولكن حتى الأدوات الطاقة المتجددة المقصود بها طاقة الرياح والطاقة الشمسية. طاقة الرياح والطاقة الشمسية أنا أعتقد مصر، وده مش اعتقاد ده حقيقة واقعة، إن مصر بإمكانياتها لديها أماكن محددة سواء في الصحراء الغربية أو في منطقة سيناء أو في منطقة خليج السويس تولد طاقة كهربائية طاقة شمسية وطاقة متجددة رياح كبيرة جدا. طب محتاج إيه؟ محتاج النوهاو، التكنولوجيا الأجنبية. التكنولوجيا الأجنبية بتيجي عن طريق محطات هما بيتم تصنعها عن طريق فرنسا أو ألمانيا ويتم إيداعها في مصر ويتم وجود علاقة مشتركة. علاقة مشتركة بمعنى إيه؟ إن الكمية الطاقة اللي طالعة من المتولدة من المحطات الشمسية أو طاقة الرياح بيتم مقاسمة الدولتين زي بالظبط اكتشاف البترول أو اكتشافات الغاز. وعلى فكرة بالمناسبة كان هناك إعلان للنوايا على اكتشافات جديدة في مجال البحث البترول والغاز الطبيعي داخل مصر من اللي تم التوقيع عليه أمس. النوهاو ده موجود في ألمانيا، موجود في فرنسا، موجود في إنجلترا. الاتفاق المصري إن احنا بنحاول نجيبهم يقوموا بتقديم هذه الخدمة لينا مقابل إنه يحصلوا على مبالغ مالية من مصر على فترات طويلة، اللي هو ما يسمى عليه القرض أو تمويل بس على سنوات طويلة، زي ما تم الاتفاق عليه أمس أنه مشروع الميجا وات ال 50 ميجا وات في شرم الشيخ هيتم سداده على 8 سنوات بإعلان نوايا وتكلفته أكتر من 50 مليون دولار. إحنا بنتكلم على أن أنا عايز أستفيد من زيارة رئيس أولاند، أستفيد من هذه الاتفاقيات وإعلانات النوايا اللي تم الاتفاق عليها عشان ما تذهبش يعني مع الرياح كما يقال، إن أنا أفعلها. أنا شايف إن هناك إرادة سياسية قوية لدى الرئيس ولدى الوزراء النهارده إنها
تقوم بتفعيل هذه الاتفاقيات. محتاجين بس متابعة، محتاجين تذليل العقبات أمام المستثمر الفرنسي وأمام كافة المستثمرين. طيب التبادل التجاري بيننا وبين فرنسا في مجالات متعددة، إحنا مصر نقدر إن إحنا ندعم السوق الداخلي بتاعنا إزاي علشان تبقى حركة التبادل التجاري في الاتجاهين؟ يعني فكرة الاستيراد على المدى تكون هي